اربح من الانترنت بمهارات قليلة او حتى ما عندك مهارات، استراتيجية بسيطة جدا. اذا تبي تربح وتبي تدخل فلوس من الانترنت من تليفونك بدل انت قاعد وتطقطق بالالعاب، هذا الفيديو لك، تابعني للاخر. انا فتح الراشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويعطيكم الصحة والعافية أخواني وخواتي. ربح دوت كوم، فتاح الراشد في قناتي، نقول حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم جميعا ويا مرحبا في قناتي. مثل ما عودتكم كل مرة أعلمكم طرق ربح من الإنترنت حقيقية صحيحة، مو مضيعة للوقت، برامج سكام ولا غيره، لا، أعطيك استراتيجيات صحيحة تربح منها. لأن مليون مرة نعيد ونزيد ونقول الإنترنت عشان تربح لازم تعمل، ما يجيك شيء بلاش، ما تحطك نزلك لعبة تقعد تلعب وتيك فلوس، كلام فاضي. ما راح تقعد تدش مواقع حط إعلان شوفه وطوفه وتربح، هذا كله كلام فاضي، كله سكام، كله مضيع للوقت، كله نصب، كله ضحك. فأعطيك استراتيجيات تفيدك، استراتيجيات تعطيك ربح حقيقي مثل ما شفتوا في قناتي. قبل لا أتكلم على موضوع اليوم، إذا مو متابعني تابعني وحط لايك، فعل الجرس علشان يوصل لك إشعار كل جديد. فكرتنا اليوم بسيطة جدا، إذا أنت عندك مهارات أو حتى ما عندك مهارات، أنت أختي بنتي اللي قاعدة في البيت، أمي اللي قاعدة في البيت، ما مو عيب، مو غلط أنك أنت تشتغل، مو غلط أنك أنت تعمل، مو غلط أنك تمسكين تليفون، تستثمرين في نفسك، تستثمرين في وقتك. فكرتنا اليوم بسيطة، راح أعطيكم كذا فكرة تستفادون منها، تطلعوا منها فلوس. أول شيء إحنا راح نروح على موقع خمسات، معروف هذا الموقع وشرحته لكم وموجود هني كهوة راح يطلع لكم فوق، شوفوا إذا تبي تعلمون على الموقع دشوا عليه وشوفوا فهموا هذا الموقع. موقع بسيط جدا ما يحتاج أي شيء، موقع سعودي يدعم اللغة العربية، منتشر وقوي في الوطن العربي، موقع حقيقي. فكرة الموقع أن إذا أنت عندك خدمة تحطها في الموقع واللي محتاج هذه الخدمة يشتريها منك مقابل $5. $5 شنو تقدر انت تسويها حقه؟ راح اعطيكم فكرتنا اليوم ان شنو مهارات انت تقدر تسويها مقابل $5 وتقدر تدخل دولارات. طبعا تقدر تزيد اكثر من $5، تقدر تدخل اكثر من $5. فشوفوا معي اذا انت مهتم لحد هذه النقطة انك تدخل ربح حلال بالعمل من الانترنت حقيقي، فشوف معي هذا الموقع وتابعني على الكمبيوتر. يلا، هذا هو موقع خمسات مثل ما انتم شايفين، وهذه الواجهة الرئيسية وهذه أصناف الأعمال اللي يطلبها حتى تقدمها للناس. فمثلا لو رحنا على صوتيات، ندخل على صوتيات ونشوف شنو في صوتيات. صوتيات في ناس تقدم خدمة بصوتها، الله يحفظكم كلكم تتكلمون، كلكم عندكم صوت، فشنو ممكن انت تسوي بصوتك وتدخل فلوس؟ مثلا عندنا، شوفوا اول واحد، التعليق الصوتي باللغة العربية الفصحى وبمختلف اللهجات وذلك. علق عادي، مو شرط تطلع وجهك، مو شرط يطلع شكلك، مو شرط تحطين صورتك، صوتك فقط باللغة الفصحى. اشتروا هذه الخدمة 301، طبعا ممكن احنا ندخل تفصيلها، تقدرون تشوفون، انا ما ابي اطول فيديو. ممكن انت تعلق 100 كلمة، بس تحط شرط 100 كلمة $5، 100 زيادة راح تزيد $5 ثانية، وهكذا. ممكن 10 في اليوم، 5، 3 في اليوم يشترون منك هذه الخدمة، فهي $15 دخل لك في اليوم الواحد، وهذه نعمة وبركة. تخيل على مدى 10 ايام $150، في الشهر $450 فقط من لا لا لا، بس بدل لا نتكلم في معصية الله عز وجل فلنتكلم في ما ينفعنا وتقوى الله عز وجل، وكلكم أهل التقوى، صلى الله يحفظكم. الشيء الثاني، تعليق صوتي نسوي احترافي، المطلوب الصوت النسائي، صوت تسجيل صوتي لخدمة رد الآلي على الهاتف بصوت فتاة. شوفوا البنات شلون يشتغلون من وراء التليفون، من وراء الجهاز بسترها في بيتها، عسى الله يستر علينا وعليكم يا رب، على المسلمين جميعا، من وراء بيتها تستثمر بصوتها، صوت يعني تتكلم، تقدم خدمة للناس اللي يحتاجونه. ننزل بعد راح نشوف كثير، الله أكبر، شوفوا هذه الخدمة، تلاوة القرآن الكريم بالتجويد للقنوات والمواقع التعليمية، هذا قارئ للقرآن، 3 اشتروا هذه الخدمة، هذه 105، 113، 133، 203 أشخاص اشتروا تعليق صوتي بكل أنواع باللغة العربية والإنجليزية بأعلى جودة، فقط أمسك تليفونك ولا تكلم
تكلم، المطلوب من عندك سجله وارسله في الموقع هذا واشتري واستلم ارباحك واستلم فلوسك. هذه المهارات الاولى اللي نستخدمها في الصوت. في الصوت تقدر تشوفوا شنو تقدرون تسوون وتدخلون فلوس. خلونا نروح على خدمه ثانيه، خدمه الكتابه. دام ماسك التليفون انت فتعرف تقرا، تعرف تقرا وتعرف تكتب، فادخل على خدمه الكتابه والترجمه. راح تشوف ناس وايد قاعدين طباعه البحوث والمقالات بشكل احترافي، AE كل 20 صفحه بخمسة دولار. هذه بالاي وورد معطيك والاكسل والبي دي اف، سهل جدا جدا، خصوصا المعلمين والمعلمات قاعدين بالصيف الحين ما عطله، اشتغل سوي كل 20 صفحه بخمسة دولار، اشتغل سهل بسيط جدا الامر. تدقيق لغه وتنسيق نصوص احترافيه مدرسين اللغه العربيه وحتى غير المدرسين فاهمين. شوفوا هذه الخدمات، 90 واحد اشترى هذه الخدمه، هذه 55 19. شوفوا هذه الخدمات 66 تدقيق لغوي مطلوبه. هذه الخدمات اليوم عندك انت هذه المهاره، استفاد من هذا الموقع ونزل. طبعا في منصه شغل، في منصه منجز، في منصه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بيبول بير اور، منصه فيفر، هذه كلهم المنصات نفس فكره خمسات. انا هني منزل، انا في شغل وحاطني شغل بعد في هذه المنصه واعمل فيها الحمد لله رب العالمين. الخدمه الثالثه او الطريقه الثالثه هي تصميم فيديو. اليهال الاطفال الله يحفظهم يمسكون برامج يصمم لك فيديو وينزل لك في التيك توك ويحط لك ليزر ويحط لك شغلات ويسوي لك شغلات. عيالنا الاطفال تعدونا وطفونا في هذا الموضوع، فانت الامر بسيط من عندك. كثير من الناس مهووسين في برامج الفيديو مثلي حالتي، التصميم وغير التصميم، فالامر بسيط. ترى انا قاعد اصعد وياكم من لا شيء، مهاراتي الى شوي شوي قاعد ندخل مهارات، بدينا بالصوت بعدين بالكتابه والحين بالعمل مهارات تصميم الفيديو. ممكن تصمم فيديو عادي بس يعجب غيرك يقول عنده واو، ليش؟ لانه هو ما يعرف وانت تعرف، فانت سابقه في خطوه فتعلموا هذه الشغله. فهذه الخدمه اشترى هذا 21 مرة، مونتاج تجاري احترافي. انا عجبني هني الصراحة اعلان مونتاج فيديو منتجاتك واعلاناتك، 9 اشتروا هذه الخدمة. اقدم لك فيديو اعلان احترافي لموقعك منتجك بخمسة فقط لكل 3 ثواني، فكل 3 ثواني تخيلوا هذا الموشن جرافيك، كل 3 ثواني 5 دولار، 30 ثانية كم راح تصير؟ 50 دولار. الدقيقة الوحدة 100 دولار، 100 دولار، 30 دينار كويتي. حطوها بأي عملة، حطوها بأي دولة، شوفوا المبلغ شلون ضخم. 550 شخص اشتروا هذه الخدمة، الموشن جرافيك مطلوب جدا. فأنت تقدر تنزل وتحط وتسوي فيديو، الناس يرغبون، أصحاب الخدمات، أصحاب المشاريع خصوصا الحريم ما يعرفون يسوون إعلان فيديو، إعلان سناب ستوري أو إنستغرام 5 ثواني، 103 اشتروا هذه الخدمة. أنا عجبني هذا الإعلان اللي كنت بقول لكم عنه، 5 ثواني فيديو يعطيك إعلان تقدر تبيعه ب5 ثواني. في موقعي في حسابي على اليوتيوب نزلت لكم كثير من الطرق شلون تصممون إعلانات خصوصا في كانفا مجاني. ادخل شوف تعلم ونفذ وبيع الخدمة. ماكو عذر اليوم أنت تنام ما في فلوس، ماكو عذر اليوم تقول لي أنا ما دخل فلوس، لا دخل فلوس عمل اليوم. مو بس إحنا نروح وظيفتنا ونداوم في مكاتبنا أو في وزاراتنا أو في أي محل أو أي مكان، لا اليوم نمسك التليفون والكل يمسك التليفون، فاستثمر وقتهم في التليفون ودخلوا هذه الخدمات، اشتغلوا في هذه الخدمات وطوروها. أعطيتكم 3 أنواع من العمل بدون مجهود بالكلام، عجبتني أنا هذه بالعرب. ثاني شيء الكتابة، ثالث شيء تصميم الفيديو. ارتقي وعندك خدمات أكبر، تدريب عن بعد، تسويق إلكتروني، برمجة، أعمال، هذه كلها تقدر أنت تدخل عليها وتصمم وتسوي وتحط وتشتغل فيها، ما عندك أي مشكلة. نزل وحط شغلك كله، هذه مثلا تسويق إلكتروني، ناس وايد عندهم مثلا هذا إعلان نصي دوفليو في مدونة أبو أياد، معطيك 226 واحد اشتروا، 226 اشتروا هذه الخدمة. ريتويت إلى 500,000 متابع عبر تويتر، 334، تخيلوا يعني نشر للناس عندهم بضاعة وعندهم منتج يبيعه. هني 290 إعلان رابط نصي دوفليو لموقعك في 20 موقع هاي أوثورنتي، هذه للناس اللي يعرفون برمجة شوي ويعرفون الكودات يقدرون يشتغلون بهذه. فشوفوا المدخول، شوفوا القوة شلون تصير، كل ما أنت عندك مهارة كل ما زاد مدخولك. حتى ما عندك مهارة اليوم بهذا الفيديو مالي انت قاعد تتعلم شلون تدخل لك مدخول مادي. سكرنا من الكمبيوتر نرجع لكم هني. فهذه مهارات
عمل ربح حقيقي من موقع الموقع آمن مضمون معروف على مستوى الوطن العربي كله. الحمد لله ما في غش. فكرته أن أنت تقدم خدمتك والشخص يبي يشتري، فالشخص هذا يقوم يحط فلوس عندهم مقابل خدمتك أنت، فلما أنت تنجز خدمتك هم يدفعوا لك الفلوس ويأخذون عمولاتهم من الموقع دولار وشيء أو دولار تقريبا، وأنت تأخذ الباقي أو أقل من دولار تقريبا على حسب الخدمة والمبلغ، تمام؟ فيأمنون أمان للمشتري وأمان للبايع، فهو شخص دفع فلوسه في مكان صحيح وانت استلمت فلوسك في المكان الصحيح. عسى الله يوفق إن شاء الله الجميع ويرزقكم يا رب. فإذا أنت وصلت معاي لهذه النقطة في قناتي في هذا الفيديو فأحييك ويعطيك الصحة والعافية، وانت مهتم أنك أنت تعمل عسى الله يرزقك يا رب ويبارك لك، فأحرص على أنك تحط اللايك للفيديو والإعجاب بالفيديو ومنشن أصدقائك وربعك، ناس وايد عاطلين عن العمل، ناس وايد يبون يربحون من هذا الفيديو. عسى الله يبارك للجميع. استودعكم الله أخوكم فتح رب.